العامري، تهانينا والفي مبروك. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحفل الكريم، متابعينا في كل مكان، أسعد الله صباحكم بكل خير، وحييكم من هنا من على درة ميادين الخليج، ميدان الشحانية، وفي هذا المهرجان، مهرجان المؤسس طيب الله ثراه، انطلق شوط الإبداع، انطلق شوط الإمتاع، انطلق الشوط الحادي عشر المخصص لسن الإجذاع ولفئة الإبكار، المسافة ألا وهي 6 كيلومترات الفاصلة عن السيارة التويوتا لاند كروزر بيك أب وناموس. هذا الشوط أبدأ بداية مع من تحتل المركز الأول، مع من تتقدم مع مقدمة الشوط، مذعورة محمد بن سريع بن محمد بن حطاب الكعبي، يتقدم بشعاره الكبير. حضرت على المركز الثاني أعمار محمد بن علي بن حمد الفهيد، يتحرك هذا الشعار المنطلق على ثاني المراكز. المركز الثالث حضرت هنالك واندفعت ووصلت هنالك الواصلة، وتابع الانطلاق من مهياف ناصر بن سعيد بن عبد الله الحول المري، يقدم لنا مهياف في هذه اللحظات. المركز الرابع وصلت هنالك أقوى شبيب بن عرار بن عمير الرمزاني النعيمي، يقدم أقوى في هذا الشوط. والمركز الخامس أتابع الوصول من قبل هملولة حمد بن شطيط بن سالم الوهيبي، هكذا هو نداءنا الأول، ومن هنا تحول إلى مقدمة الشوط. البداية والمقدمة هنالك مذعورة محمد بن سريع بن حطاب الكعبي، يتقدم متقدما مع مقدمة الشوط، محتلا للصدارة الأولى، مسيطرا متسيدا لهذا الموقف ولهذه الكوكبة، لهذه الشعارات الرنانة، لهذه الأسماء العملاقة المشاركة في هذا المهرجان الكبير. حضرت هنالك اعمار محمد بن علي بن حمد الفهيد، اعرف هذا الشعار جيدا، يحقق الاشواط الرئيسية، دائما ما يكون له الحضور الكبير، دائما ما يكون له نصيب الاسد. يتقدم بن فهيد على المركز الثاني. المركز الثالث هنالك هقوى شبيب بن عرار بن عمير الرمزاني، بينما أتابع المنطلقة من المركز الخامس إلى المركز الثالث. ياهو من هجوم، ياهو من اسم خطير، أتابع هنالك هملولة حمد بن شطيط بن سالم الوهيبي، يقدم هملولة أبناء السلطنة، أبناء المملكة، أبناء الشحانية، في معترك خوي جميل في هذا المهرجان المركز الخامس. وتابع هنالك الاندفاع من قبل مهياف ناصر بن سعيد بن عبد الله الحول، ولكن السيارة وين بتروح مع هذه الشعارات الكبرى، مع بين الأخطاب العمالقة والدواهي والكبر. العودة إلى مقدمة الشوط، المنافسة أحلى واروع هنالك مع من تتقدم مع مقدمة الشوط. هنالك مذعور محمد بن سعيد بن محمد بن حطاب الكعبي، متحكما مسيطرا هنا مع مقدمة الشوط. المركز الثاني وتابع الحضور من اعمار محمد بن علي بن حمد الفهيد، يقدم اعمار. المركز الثالث وتابع هنالك انطلاق من هملولة حمد بن شطيط بن سالم الوهيبي، يقدم لنا هملولة.
المركز الرابع هنالك الحضور من قبل هقوى شبيب بن عرار بن عمير الرمزاني يتقدم في هذه اللحظات. شعار الشاعري هنا متقدما هنا متربعا على رابع المراكز. المركز الخامس أتابع اسم جديد ينضم إلى قافلة الصراع يتحرك في هذه اللحظات. وصلت نوف محمد بن سعيد بن محمد بالكيل يتقدم بالكيل. من الراقب في السيارة؟ من الراقب في ناموس هذا الشوط في التسعيرات المليونية في هذا المعركة؟ المعركة في هذه اللحظات ثلاث اسماء في موقع واحد. يا هي من معركة، يا محل المعركة، يا روعة الانطلاق من قبل هملول. هملول وهنالك في هذه اللحظات اعمار بالكيل من المركز الخامس الى المركز الاول في هذه اللحظات. بالكيل بنوف محمد بن سعيد بن محمد بالكيل العامري يتقدم في هذه اللحظات، يسيطر يتحرك هنالك في هذه اللحظات. ابناء الامارات يتواجدون وهنالك ابناء المملكة وابناء الشحانية، لكن العودة الى نوف. نوف مع الابداع، نوف تمتع الحضور، تمتع العيون المشاهدة لانطلاقة بالكيل احد الاسماء العملاقة، احد الاسماء التاريخية، احد العمالقة، احد الفطاحلة. يا لقوة بالكيل، يتقدم بالكيل السيارة تويوتا لاند كروزر بيكاب طارت بناموس هذا الشوط. مقدمة العروض الكبيرة ممتعة الجماهير الحاضرة والمتابعة لانطلاقة نوف. شكرا لك يا بالكيل. بالكيل يقدم العروض الكبيرة، يمتع الحضور. سلام لك يا بالكيل. السيارة تويوتا لاند كروزر بيكاب هنالك مع نوف حضرت في هذه اللحظات على المركز الثاني. انطلقت هنالك حفلة سالم بن سعيد بن منانة لكن عصاته ببطانة. والسيارة تويوتا لاند كروزر بيكاب هنا مع بالكيل هنالك مع نوف. نوف تقدم العروض الكبيرة. والنقطة الثانية في هذا الصباح، النقطة الثالثة سلام لك يا بالكيل. السلام إلى أهالي الطوية. شكرا لك يا بالكيل محقق الناموس هذا الشوط. والسيارة تويوتا لاند كروزر بيكاب مع نوف محمد بن سعيد بن محمد بالكيل العامري يحقق الناموس. والسيارة حلت على ثاني المراكز، وصلت هنالك على المركز الثاني حفلة سالم بن سعيد بن منانة بن غدير الاكتبي. المركز الثالث وصلت على ثالث المراكز حلوة علي بن راشد بن عبد الهادي القفراني. المركز الرابع وصلت على رابع المراكز هنالك رايح حمد بن محمد بن سالم الوهيبي. المركز الخامس وصلت على خامس المراكز رياضية عبد الله بن قانم بن سعيد العلم الخيارين. هكذا متابعينا الكرام حضرت نوف في آخر الأمتار مقدمة العروض الكبيرة والمتميزة محققة الناموس هذا الشوط. والسيارة توقيت الزمن 9:08:28. تهانينا لك يا محمد بن سعيد بن محمد بالكيل. والنقطة الثالثة في هذا الصباح المركز الثاني وصلت هنالك على ثاني المراكز حفلة سالم بن سعيد بن منانة بن غدير الكتبي. التوقيت الزمني 9:09:42 جزءا من الثانية. تهانينا على هذا الفوز والانتصار. بينما من أتت هنا على المركز الثالث وصلت على ثالث المراكز حلوة علي بن راشد بن عبد الهادي القفراني. التوقيت الزمني 9:12:06 جزءا من الثانية. تهانينا على هذا الفوز والانتصار.